بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة دي هنتكلم عن الاجايل ميثودولوجي. السوفت وير انجينيرنج وانت بتعمل اي سوفت وير في طرق كتيرة جدا تستخدمها وانت بتعمل السوفت وير بتاعك. من اشهر الطرق ديت واقدمها هي الووتر فول ميثود. ايه الووتر فول؟ ووتر فول يعني ايه؟ يعني شلال مية. طريقة الووتر فول كانت بتقول لك ان انت اول حاجة بتعملها بتفكر في فكرة. تفكر في فكرة السوفت وير بتاعك هيعمل ايه. وبعد ما تطلع الفكرة تبدأ تعمل لها اناليسس، تحلل الفكره ديت، تحللها كويس بورقه وقلم، يعني بعيدا عن اي كودنج خالص. بعد ما تحللها وتطلعها بالظبط وتشرح كل حاجه بالظبط، ايه اللي هيبقى مطلوب في السوفت وير بتاعك ان هو يعمله، ايه كل الفيتشرز اللي فيه، ايه لما ادوس على كل بوتون يحصل ايه، اللينك ده بيعمل ايه، بتحلل كل حاجه بالظبط، الريكويرمنتس بتاعتك بتطلعها كلها بالتفصيل. بعد ما تخلص عمليه الاناليسس دي كلها تبدا تخش على مرحله الديزاين. تبدا تعمل ديزاين للسوفت وير بتاعك. ازاي هتعمله؟ هعمل والله كلاس اسمها كذا، هعمل كلاس تانية اسمها كذا، الكلاس دي هتكلم الكلاس دي ازاي، في اوبجكت اسمها ايه. بتحاول تعمل ديزاين من فوق كده، تعمل من فوق كده يعني من بنظره كبيره، تعمل ديزاين للسوفت وير بتاعك. وبعد ما تخلص الديزاين تبدا تكتب الكود. هنا بيبدا مرحله ان انت تكتب كودنج للسوفت وير. الحاجات اللي عملت لها اناليسس وعملت لها ديزاين، تكتب الكود بتاعها. وبعد ما تخلص ديفلوبمنت تبدا تست البرودكت بتاعك، وفي الاخر تطلع البرودكت بتاعك للاند يوزر. الحقيقه ان الطريقه دي الووتر فول طلعت فيها مشاكل كتير. اول مشكله ان اليوزر في الاول خالص، الراجل الكاستمر صاحب السوفت وير او الابلكيشن، محتاج ان هو يحدد كل الريكويرمنتس اللي هو عايزها في الاول في مرحله الاناليسس. يعني لو جه في الاخر بعد ما خلصت وبسلمه البروجرام او السوفت وير، بديله السوفت وير بتاعه وفي حاجه هو عايز يزودها، هقول له لا انت ما قلتهاليش من الاول، احنا في مرحله الاناليسس ما اتفقناش على كده. طيب فدي اول مشكله، ان اليوزر بيحتاج ان هو يغير حاجات وانت مش عامل حسابك عليها. تاني مشكله ان عبال اليوزر ما بدا يشوف اول اوتبوت يطلع منك، استنى كل الفتره دي كلها عبال انت ما خلصت البروجرام بتاعك كله. يعني ما بتجيش في النص وتقول له اتفرج مثلا ادي جزء من الابلكيشن شغال، جربه واطلع وروح وريه للناس اللي هيستخدموا الابلكيشن بتاعك يجربوه. لا، انت بتستنى لحد ما تخلص البروجرام كله وفي الاخر تطلعه للاند يوزر. فبتستنى مده طويله جدا. طبعا لما بتستنى مده طويله دي ممكن فيها مخاطر كتير، فيها مثلا حد تاني يسبقك يعمل نفس الفكره اللي انت بتعملها، كنت عايز تاخد فيدباك من اليوزرز مهم بدري، فلما طلعت الابلكيشن كله قالوا لك لا احنا نص الفيتشرز اللي انت عاملها دي ما كانتش مهمه بالنسبه لنا، احنا اللي يهمنا الفيتشرز المعينه، فما لحقتش تاخد فيدباك من الاند يوزرز بدري. يبقى المشاكل كانت موجوده في الووتر فول، ان هو كان بيمشي خطوه خطوه، ما يبداش اي خطوه غير لما الخطوه اللي قبليها تخلص، وما يرجعش تاني بظهره، هو ماشي في اتجاه واحد، عمر ما الشلال بيرجع تاني. فانت مثلا لو بدات في مرحله ما ينفعش ترجع للمرحله اللي قبليها، المفروض المرحله اللي قبليها تكون خالصه تماما. لو الاند يوزر جه بعد كده طلع لك اي مشكله في اي حاجه من اللي انت عملتها، هتقول له ماليش دعوه، انت ما كنتش قايل لي عليها في الاول. طيب في نظريه اسمها 80 20 او 80 20. النظريه دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك انت لو اي سوفت وير غالبا لو في فيتشرز معينه، 7% من الفيتشرز دي بس هي الفيتشرز اللي اليوزرز بتوعك دايما بيستخدموها، اولويز بيستخدموها. فلو انت عندك 100 فيتشر في الابلكيشن بتاعك او في السوفت وير بتاعك، 7 فيتشرز من ال 100 فيتشر دول بس هم دولت اللي اليوزرز دايما بيستخدموه، و 13% غالبا بيستخدموه، كتير بيستخدموه لكن مش على طول بيستخدموا الفيتشرز دي، و 16% ساعات يعني احيانا بيستخدموا الفيتشرز دي، و 19% من الفيتشرز دولت نادرا ما اليوزر بيستخدموه، و 45% من الفيتشرز محدش بيستخدمها اصلا. تعالوا ناخد مثال facebook.com. ايه اهم فيتشر اللي كلنا بنستخدمها في فيسبوك؟ اكيد ان انت تحط بوست او ان انت تشير حاجه على الوول بتاعك، يبقى اكيد ديت الفيتشر اللي دايما كل اليوزرز بتوع الفيسبوك بيستخدموه. طب ايه الفيتشرز اللي غالبا ان انت تستخدمها؟ ان انت تعمل لايك، ان انت تحط كومنت على بوست، لكن مش كل الناس او انت مش على طول بتحط كومنتس، بس غالبا بتحب ان انت تحط كومنتس على بوست تانية.
طب وايه الفيتشرز اللي احيانا بتستخدمها؟ الشاتنج مثلا، ساعات بتشات على الفيسبوك، رغم ان الفيسبوك مش معمول عشان الشاتنج، بس ساعات بتشات عليه. هتلاقي في فيتشرز تانية كمان نادرا ما بتستخدمها، وفي ان انت مثلا تعمل بلوك، ان انت تريبورت بوست معين، هتلاقي في فيتشرز نادرا ان انت بتستخدمها، وفي فيتشرز عمرك ما استخدمتها اصلا ولا تسمع عنها. طيب لكن في حاله الووتر فول كان لازم في الاول تحدد كل الفيتشرز دي ونعمل لها اناليسيس كلها، ونعمل لها ديزاين كلها، ونيمبلمنتها كلها، نعمل لها ديفلوبمنت كلها، ونتستها كلها، وبعد كده نطلعها كلها مره واحده لليوزر. طب ليه اعمل كده؟ ليه ما ركزش في الحاجات اللي هي اولويز واوفن بس، اللي هي حوالي 20% من الفيتشرز دولت؟ اركز في ال 20% دولت، اخلصهم واطلعهم كويس قوي، معمولين كويس قوي، واطلعهم لليوزرز. هي ديت الفيتشرز فعلا اللي اليوزر مهتم بيها. وبعد ما اطلعهم لليوزرز اخد فيدباك من اليوزر، ممكن اليوزرز يكونوا شايفين تعديلات فيها، تحسينات فيها، اعدلها فيهم، او ابدا في الحاجات الاقل بريورتي، الحاجات السام تايمز او ريرلي او النيفر حتى ما حدش بيستخدمها. فالاجايل ميثودولوجي بقى اللي هي جت بعد الووتر فول قالت لك مش لازم تعمل كل حاجه في الاول، لا ركز في الحاجات المهمه، ال 20% المهمين ركز فيهم، وسيب ال 80% التانيين اللي انت هم هنعملهم بس مش هم دول المهمين قوي، ركز في ال 20% المهمين قوي. فطريقه الاجايل قالت لك ان انت دي الفيتشرز اللي انت عايز تعملها، ابدا اختار مثلا 2 فيتشرز منهم المهمين او 3 فيتشرز منهم، واقعد ركز فيهم واعملهم، وبعد ما تخلص الثلاثه دولت طلع البرودكت وخلي الناس تستخدمه. زي برضو مثلا فيسبوك، فيسبوك كل شويه بتلاقي فيه حاجات جديده بتزود فيه وحاجات بتتعدل فيه. اول ما اتعمل فيسبوك ما كانش كده خالص، طلع باهم فيتشرز موجوده، وبعد كده بداوا يزودوا فيتشر فيتشر، لكن نزلوا بسرعه الماركت، الناس استخدمته، اتشهروا. لو كانوا عايزين يطلعوا بكل الفيتشرز كانوا لحد دلوقتي لسه ما طلعوش. فاخدوا الفيتشرز المهمه خلصوها ونزلوها، عملوا بيها ريليز نزلوها. اوكي، ده كانه الحاجات اللي هم سلموها او اللي اتعمل لها ديليفر نزلت، واليوزرز فعلا بيستخدموها، يعني هم خلصوها واليوزرز فعلا دلوقتي بيستخدموا الفيتشرز ديت. بعد ما هيخلصوا الفيتشرز ديت يبداوا لفه تانية، يسحبوا حاجات من الحاجات اللي كانت لسه ما خلصوهاش ويبداوا يشتغلوا فيها، وبعد ما يخلصوها يطلعوها. لما بيشتغلوا في الفيتشرز اللي هم بيختاروها دي، 3 4 فيتشرز اللي هم اختاروهم، بيعملوا فيها كل الحاجات اللي لوتر فول قال عليها، بيعملوا لها اناليسس، بيعملوا لها ديزاين، بيعملوا لها ديفلوبمنت، ويتستوها كويس، وبعد كده يطلعوها لليوزر. يبقى كل 3 4 فيتشرز مهمين كانهم برودكت او كانهم سوفت وير منفصل، يخلصوه يسلموه ويبداوا يشتغلوا في اللي بعد منه، في الفيتشرز الاقل اهميه. وكمان ياخدوا فيدباك من اليوزرز اللي استخدموا الفيتشرز اللي خلصت. لو في فيتشرز خلصت واتسلمت واليوزرز بداوا يستخدموها، ياخدوا فيدباك من اليوزرز. لما ياخدوا الفيدباك دوت، في تعديلات معينه عايزه تتعمل في الفيتشرز اللي خلصت، يبداوا يعملوها دلوقتي، ما يستنوش لحد البروجكت كله ما يخلص وفي الاخر يعملوا تعديلات. فالميزه الاجايل ايه؟ ان انت نزلت السوق بسرعه، الحاجه اللي خلصتها نزلتها بسرعه، على طول عندك سوفت وير شغال في كل وقت، كل ما تخلص كام فيتشر صغيرين بتنزلهم، فعلى طول السوفت وير بتاعك شغال، مش استنيت للاخر وخلاص. اي فيدباك جالك من اليوزرز ان في مشاكل في السوفت وير، في الفانكشناليتي، في حاجه فيتشر عايزين يزودوها، حاجه مش واضحه، بتعملها من غير مشكله، ما تقولوش لا انت ما حددتهاليش في الاول. كل الفيتشرز ديت قللت المشاكل اللي كانت موجوده في الووتر فول ميثودولوجي. في الحلقه دي شفنا الووتر فول ميثودولوجي، الطريقه القديمه اللي كان الناس شغالين بيها، ان هو يعمل كل خطوه وراها الخطوه الثانيه. بعد كده الدنيا ازاي اتغيرت لما اكتشفوا ان مش كل الفيتشرز اللي انت بتعملها الناس بتستخدمها، في حاجات مهمه وحاجات اقل اهميه، فقال لك نركز على الحاجات المهمه الاول. فالاجايل قالت لك كده ركز على الحاجات المهمه وخلصها ونزلها لليوزرز، وبعد كده خش على الحاجات الاقل اهميه.